ولا نبر. عبر عبر ولا نبر. في عبر ولا نبر باش نحكيه على لقاء رئيس الجمهورية البارح برئيس الحكومة، وين تناولوا العديد من المواضيع منهم المشاريع الكبرى، وين قال انه عشرات الالاف من المليارات مرصودة، اما المشاريع هذه يا اما توقفت بعد مدة وجيزة ملي بديت والا ما بديتش جملة. ولهنا نورز مانيش نحكيه على مشروع ولا اثنين، نحكيه يا جماعة على عشرات المشاريع اللي نسمعوا بها باش تبدأ ثم لا حياة لمن تنتج. لهنا سامح باش نحكي ذكرا لا حصرا من باش تبدأ باش تشوف. باش نعطيكم بار اكزومبل، احنا لو 5 سبتمبر حكينا على مستشفى الملك سلمان في القروان، وين تم الاعلان عليه في 2017 بتكلفه 85 مليون دولار. نذكروا انه نحن حكينا عليه وقلنا انه باش يتم الجمعه الجاي، معناها الجمعه اللي بعد لو 5 سبتمبر باش تبدا الاشغال، لكن لحد الان ما سمعنا حتى شيء وما بديتش. باش نحكيوا على مشروع الصناعه الكيميائيه والفوسفات في المضيل الاثنين وفي ام الخشب، مازال معطل وبدات تعطيل من 2016 وتوقف في 2020. المشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية فيها 5 محطات هامة، المفروض أول مشروع باش يتم افتتاحه في تونس في توزر عفوا 2019. المشاريع متاع الماء، محطات التحلية للمياه متعطلة كيما في قفصة والمذيلة المكنيسي، منهم مشروع ميناء المياه العميقة في النفيضة اللي بدأ في 2010 والتوا معطل. أشغال شبكة القطارات السريعة في تونس الكبرى مازال معطل. مشروع ملعب المنزه الشهير اللي صارت فيه برشا مشاكل واللي بدا من 2008 واخرتها الحكايه نتاع المواد المغشوشه نتاع البناء بالمدينه الرياضيه تاع صفاقس. وي وباش نعطيكم زيدا مثال هو باهي وخايب فرد وقت، رغم انه تعطل اما استؤنف ونسبه التقدم نتاعو بطيئه جدا. مشروع الطريق السريعه تونس جلمة اللي بدا تنفيذه في 2016 وعنده توا 7 سنين ومازال ما كملش. عندي 7 سنين تعدوا خلوقي فدوا غنى هنا راهو ما عطيتكمش كل شيء. فما بلاي نورس ذكرا لحسرة انا قلتها من الاول. نورس فما مشروع انا ولا هكا تو تفكر كي نتاع المترو نتاع صفاقس. اي مترو صفاقس فما شركه ومن 2014 وقت اللي عندك ميكرو بالنسبه لي انا الفساد الاداري ولا بيروقراسي البيروقراطيه المقيته وعدم الاهليه الناس اللي حد مهمش في بلاصتهم عدم الاهليه تعطيك عدم الكفاءه وخاصه لبيرو ديتود يقعدوا بالسنوات والسنوات. دونك تشوف هل 9 سنين مترو صفاقس 9 سنين 9 سنين دراسة مشروع توا في مدينتي فلوس موجودة للتيرانات للصالة عندهم توا 10 سنين مثلا. لو الحكومة تحط مثلا وقتها صالة تاع بالزغليل الله يرحمه ولا التيران تاع الوليد الصغار بعد الشط تحط فور اكزومبل 200,000 دينار وقتها نجموا نعملوه. ما تو 200,000 دينار ما عادش يكفيه حتى شيء. سي بور سيت ريزون كل شيء معناها. فوالا سيد عمي. لا انا عندي رؤيه خاصه في الموضوع هذا. تعرف في تونس المشكل الكبير اللي قاعد يصير توا قال الاخر الكلام سهل، ثم 12 مليون تونسي غالطين. اي الناس الكل في تونس تتهم في الناس الكل كي تجي تثبت. ناخذ اي مشروع منزه يا اخي الحكومه مش تهب تبني يا اخي. شوف العمليه راهي كي تلمها تلقاها من فوق اللوت كلها غلط. المشكله شنو هي توا لقينا رياضة سهلة في تونس. أنا كل عام لك صباح هذاك غلط وهذاك غلط وهذاك غلط حتى واحد إلى حد الآن في 12 مليون عمل لك نهار وقال أنا غلط كل حمل همامي ما عجبش. اسمعني لا بالحق لا لا العملية همين. بالحق راهو بالحق الإشكال سهل جدا نراك تتهم الناس الكل. باهي كي ناخذ المجتمع بكله إذا كان التعليم مش باهي والصحة مش باهي والنقل مش باهي وده بنسميهم الكل كي تلم الكل هذه إيش تلقى؟ ما تلقاش 12 مليون. هذه المشكلة الكبيرة اللي قاعدة تصير في تونس كونك تاخذها خليه كلها غلطه ولكن حتى حد ما يعترف. الناس الكل تتهم في الناس الكل وقعدنا سنوات واحنا سير بلاس. بالله سيد العبيد انا شو ذنبي؟ مش انت يا ودي خالد. لا لا المواطن انا مواطن. المواطن غلط. لا انا يعني المواطن هو البناء وهو اسمع فيه البناء وفيه المقاول وفيه الاداري وفيه الفرملي وفيه اسمع كان فيك العمليه بسيطه هي يلزمها صحوه يلزمها صحوه تاع 12 مليون يفيقوا على الواحم اللي راهو اسهل حاجه الاتهام. لكن كان كل واحد جاي يقوم بواجبه من فوق اللوطه من ابسط واحد حتى الاعلى واحد رانا لاباس. اما سهل ياسر الانتقاد وذاك غلط. اعطيني قلت لك انا سميتك المجتمع خلايا خليه اعطيني خليه واحده تمشي. اي نتحداك وشو سبب كلنا غلطين
كلنا بكلنا، لانه حتى حد ما حاسب روحه، حتى حد في تونس ما دخلني انا في يا ودي مش انت، هذه مش خالد، هي مواطن، هي لك المواطنين، المواطن غالط يعيش خويا، المواطن في المكان اللي هو فيه غالط. كل ما اسمع قلت خذها كل اعطيني انت شعله واحده تمشي في البلاد هذه، واحده برك خليه واحده قاعده تخدم بكذا. وصلت فكرتك سيد العميد، تقول انت يا خويا ما مش لازم نقعد ونرميه في الكره، كل كل واحد يبدا بروحه ويحاول انه يبدل على الاقل العبيد اللي هما داخلين في هالشوانت هذيا في الادارات كلها. يا ودي كلها غلط، ما مواطنين في الادارات يا اخي، جاي من بوركينا فاسو هو يا اخي الاداري هذا منين جاي؟ المواطنين هذوك الكل معناها نتصور سيد العميد يحب يقول مش لازم تاخذ ديما المدير العام المكلف بكذا، وكل الناس يتحضر في الدوسيات وكل العبيد والمقاول اللي يخوى على البتة واللجنة اللي موجودة كل فيهم الكل. دكتور اخويا ايش باش نقول لك بعد هذا يكون تعرفها في البلوت يقول لك باس كملهم حكي على 12 مليون سيد العميد نجم نروحوا لا اما فما حاجات فما ان كونستا فما ان كونستا فما حاجات بيروقراسي مقيتها مقيتها اللجان المتكلفة فما اللجان المتكلفة بالمشاريع هذوما كيفي كوا مش قاعدين يعملوا مش قاعدين يخدموا شبي لي شوز نافونس با علاش علاش ما نجموش ينسقوا بين الادارات نجموش كيفاه معناتها ولاش متسمين كي ما نجموش ونحلوهم ونحيوهم الولات والدور نتاعهم الولات معناتها سي لي زيكزيكوتون بار اكسيلونس دو لا بوليتيك دو ليتا صحيح وين وعلى مشروع تاع القدوان ولي القدوان شي عم في التنسيق مش هو ذا الغلط ولي القدوان امي نجم يعاون مثلا مع وزارة الفلان وزير الفلاني ويلمي ان بو دو بريسيون عنده دور من الادوار اي يعمل ضغط مثلا وانت جبت على المقاولين يربح بتة وما يخدمش وشكون يحاسبه وعنده الحق خاطر ما يخلصش زادة والدولة ما تخلصوش شفت هذا كل ذو سيركل فيسيو شسمة البيروقراسية البيروقراطية المقيتة المقيتة هكا قلت مقيتة عودتها ست مرات لا مقيتة تخلصوني عليها بعد كلمة مقيتة كلمة واحدة وربي سمع كلمة واحدة أنا ريني فهمتها أنا أسعفت بها الكابتل أنا فهمتها أنا فهمتها أنا رجعت مريض من سويسرا لأني فهمت شنو السر شعب سويسرا 10 مليون كل واحد مسؤول وقت على واحد مريض بالحق اللي فهمت شنو السر يعني نبحثوا مشينا نثبتوا صدقني 10 مليون مسؤول في سويسرا هذاك علاش اسعد شعب العالم ودي ولطفي مش خليف الاخر احمد زكي الله يرحمه في فيلم ضد الحكومه قال كلنا متورطين بالطبع الكلنا مجرمين تصديق قوي سيادة العميد الكلنا متورطين وقت اللي نحكيوا على المسؤولين في المسؤولين جايبينهم من بلاد اخرى ما متوانسه كيفنا هما احنا منا احنا يعني المشكل في العقليه المشكل في العقليه اذا كان احنا كل واحد مسؤول من ناحيته هو على روحه وعلى الدائرة اللي هو فيها نبدأ من حشاك البوبيل اللي نطيشوها معناها من الكهرباء من غاديكا يعني الكلنا مسؤولين تواكي نحكيه على الفلوس مرصودة المال قوام الأعمال المفروض الفلوس موجودة هي اللي تعطل المفروض هي اللي تعطل واحد فقير مسكين ما عندوش باش يبني داره الحال حال الله يقول انا ما عنديش باش نبني ما عنديش فلوس هذه الفلوس موجودة الفلوس موجودة ما فماش الإرادة فماش العزيمة فماش التبني فماش ثقافة العمل ما فماش المسؤولية هكا ما نجموش نقدمه من 2020 الوزير قال 6,300,000,000,000 دينار مرصودين 4,000 مشروع ما صاروش مرصودين لفلوس أحمد زكي والوزير قال 2020 ضد الحكومة اليوم قيم نورة بالياسمين اليوم نورز وفما نقطة أخرى زيدة رأوا المشاريع الكبرى هذية كل ما يتعطلوا كل ما الكلفة متاحهم تزيد كل ما المواطنين يتحرموا والاقتصاد أصلا بحد ذاته يتضرر أخي أنت سامحني كي تعمل مشاريع كما هكا ما وبش تتسهل حياة المواطنين وبش توفر زيدة مواطن شغل فما أمل أقرأ الكتيبة والتكلفة التكلفة متاع المشروع رهم من عام لعام تزيد وتزيد على الكونتريبيوابل وتزيد معها ملف فات الفساد اللي دايره بها واللي كان يسوى 1,000,000 دينار باش يولي بعد 3 سنين يسوى 5,000,000 دينار ويقول لك والله الاموال المرصوده راهي ما كفتش خاطر انت ما خدمتش خدمتك ولزابيل دوف ولزابيل دوف وليبود فان وكل الامور اللي تحت الطاوله خليني نشوف حمل همامي شنو موقفه
سمح نقولك حاجه نقولك حاجه نقول لك نقول لك ناك حمل همامي ضد ذاك وضد ذاك وضد ذا الكل بقينا ناك حمل همامي نقولك رئيس الحكومه ضاين نا معاه من نهار الاولاني اللي جا حطم قدام الناس الكل اي سيدي والمشاريع والمشاريع مشيتنا وراضي قعدنا بحثي شوي قلنا نحن نعاونك راضي عاونت شوي مشيت نعاون شوي مشيت تبقينا انا ضد رئيس الحكومه ماذا بينا يبدا تو الكلام عاونا ضد وانا ضد ذاك وضد انا ضد نا حمل همامي ضد صفر ضد رغم اللي معها ما ضد ضد حمل همامي انا معرضي لا كان قالوا لي ما ضبيت ولي حمل النصراوي الامام مي سيد العميد حبيب كمل الكتيب هاو الامل وين الامل وقت الناس الكتيبه اللي فيها مئات من من من, من نساء ورجال تونس يقول لك ايه صحيح احنا كلنا غلطين هذه الصحوه راهي الحكايه تبدا باكل يسموها لا بريز دو كونسيونس وقت الناس تفيق وقتها يقولوا احنا والماشين عملوا تجربه برا في تونس ضحك جاوا حطوا الميكرو شفتوا تونس كيف السوق تونس مش من أسوأ شعب الأرض في السياقة كن هو لا مدوا ميكرو للكرام اللي بدون الميكرو كل أو يعملوا وبيهم وعليهم هو اللي تكلم هذاك يعمل وبكلهم يعملوا شوف والله العظيم حق الألغام كيش يسوقوا ولكن تمدوا الميكرو سكيزوفرينيا والله ما يعرفوش يسوقوا وما يحترموش ومش محترمين وهم بكلهم كيف كيف هذه هي بيت القصيد سي خالد هو والله تصديق من كلام سيد العميد كي تحل فيسبوك تقول نحن في سويس هذا مناش في تونس اوني دي زومنيسيون اي دي دونور دو لوسون معناتها نفهموا في كل شيء نعطي في دروس العباد وعمرنا ما نغزو لروحنا ومشاكلنا واللي ديفو نتاعنا اي كومبري انا اي كومبري سيد العميد اي كومبري الناس الكل لا ومن بعد كيف تمشي تدور في الشارع تقول بربي وينهم اللي في الفيسبوك وينك اللي محلاهم وكل متخلقين وكل يحبوا الناس الكل وكل يعطيوا في الدروس وفي المواعظ وغير وينهم في الدنيا ماذا بينا كعيبتين ثلاثه منهم اللي يدوروا في الفيسبوك واللي هما صحاح وتوانسه الكل غلطين واللي هما ينصحوا فينا ويعدلونا في حياتنا والله كلمه حق انا رمي ورود ولا انا جايين هنا باش نعطيو شويه ياسمين ياسمين اسمعني لا كلمه حق في رئيس الحكومه جديد كلمة حق أنا لا نعرف ولا ريت ولا كلمة حق النهار الأولاني اللي جاء فيه سماح وانت كنت مسؤولة في الدولة وتعرف من اللي جاء قال لهم يا أخويا ما تحكيوا لي حتى حكاية راهو هي لا كلمة حق عليه كنت في وقت من الأوقات مستشارة في رئيس الحكومة معناه أن كلام كي نقوله أنت معناه عشت الفترة ذيك اللي كي السيد ما نصورش كانوا جاء ولم الناس اللي يخدموا في رئيس الحكومة الكل وقال لهم علاش أعطيوني المشاريع معطل ما عمل حتى رئيس حكومة نقطة مهمة جدا لكن نستناو أنه يجيوا المشاريع هي كبداية اللي يطبق الكلام هذايا وعلى الأقل لا يلزم فلوس اخرى ويعطيونا خاطر ساعات يجي يقول لك تقدم المشروع ب 30% بنسبه 20% ما نفهموش انا عندي 5 ملايين نعاونهم بهم نسلفهم حبوش هكا موجودين والله خذوا نعطيهم للرئيس الحكومه شو باش تعمل بهم؟ يبدا بهم سيد رئيس الحكومه مادام هناني يبدا في الجسر بتاع شكرا لطفي شكرا برافو هدى اليوم لا هدى سورتو سليم قال لك لا تصريح على هدى اليوم لا ابدع بصراحه برافو عطيه ذي بعض سلمة سليم التصفيق هذية ل 11-18 التصفيق يا كبت يا الميكرو شبيها التصفيق التصفيقة اليوم ظهرت 12-4 يا كابتن